وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره يجري لقضائه، ولكل قضاء أجل ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إخواني آل عمير جميعا، أبو موسى المحترم إخوانه أقاربه، أتقدم بالنيابة عن الحاج أبو راجي وعن أبو مالك وعن أعمام العريس وإخوانه وعن عموم الجهة الكريمة من أهل بيت عنان الكرام، نتقدم إليك بطلب تزويج ابنتكم شروق لابننا بشير على سنة الله ورسوله، نرجو منكم القبول. شكرا لكم وعلى نية ذلك الفاتح. Thank you.
عليك. Thank you.
بدك تطلع فوق مش مسطح، بدك تقعد مع اصحابك لحالك.